تعالوا سريعا كده نستعرض اهم نتائج الجوله السابقه او الجوله التاسعه من الدوري الممتاز ب. هنبتدي طبعا بالمجموعه الاولى وبلقاءات كل من الالومنيوم مع الفيوم. بيستطيع الالومنيوم الفوز بهدفين بقياده ابو طالب العسوي على خالد اينو بالفيوم هدفين للا شيء، ومصر المقاصه بيفوز والاخر بقياده طارق حجاج على النصر للتعدين تحت قياده اشرف عربي. المدينة المنورة يظل في نتيجة إيجابية بالنسبة له بهدفين لا شيء على تليفونات بن سويف بقيادة عماد عبدين. كابتن شديد إناوي طبعا اللي يمكن مرشح زي ما احنا هنعرف ليه منصب آخر مع نادي المانيا. فريق لافيين صاحب المدير الفني المجري جورج جليدي بيستطيع الفوز على ملاوي بهدفين لا شيء بقيادة كابتن إبراهيم صدقي. أما كيما أسوان هو الآخر بقيادة علي عاشور بيستطيع الفوز بهدفين للا شيء على مركز شباب بيطامية بقيادة كابتن فؤاد سلامة. أما بترول أسيوط بيفوز بهدف على الجونة بقيادة كابتن هشام عبد المنعم. بيروت بيفوز والآخر بقيادة كابتن سعد خريق طبعا وعلى شبان قنا سعد فاروق عفوا على شبان قنا بقيادة كابتن كمال الديني. وألمانيا بيخسر من أسمنت أسيوط بهدفين للا شيء. نستعرض بقى جدول ترتيب المجموعة الأولى مجموعة الصعيد كالتالي: بترول أسيوط في الصدارة ب 23 نقطة، مصر المقاصة بيلي في الوصافة ب 21 نقطة، الجونة 20 نقطة في المركز الثالث، لافيانا في المركز الرابع ب 19 نقطة، النصر التعدين 16 نقطة، ديروت ب 11 نقطة. من الأسف المدينة المنورة للأسف بيتذيل جدول المجموعة بخمس نقاط، من المركز ال 15 المنيا 6 نقاط، تليفونات بن سويف 8 نقاط، الفيوم 8 نقاط، شبان قنا 8 نقاط في المركز الثاني عشر. نروح ثوان للجولة التاسعة ومجموعة القاهرة المجموعة الثانية. الانتاج الحربي حسام عبد العال بيستطيع ان بيخسر من كهرباء الاسماعيلية بقى بقيادة كابتن اشرف خضر اللي هيكون ضيفنا النهاردة، وحديث اكيد هيبقى مشوق طبعا ب3-1. والقناة بيفوز على منتخب السويس بهدف للا شيء. الاعلاميين بيخسر من وادي دجلة بهدفين لهدف بعد ما كان متقدم على طول، بيرد وادي دجلة سريعا ب بيفوز سريع جدا، بيستطيع ان هو يعني الاجواء في الاعلاميين بالبحث عن مدير فني بديل لكابتن علاء ابراهيم بعد توجيه الشكر ليه. زي ما احنا قلنا القناه فازت على مصريه اتصالات بهدف للا شيء، الترسانه فاز على منتخب السويس بهدف للا شيء، النصر بيخسر من السكه الحديد المنتعش مع امير عزمي مجاهد بهدف للا شيء، زد بيفوز على العبور بهدف للا شيء بقياده كابتن مجدي عبد العاطي، بورتو بيفوز ب3-0 على استر كامبني، مستقبل سبورت بيخسر من بتروجيت بهدفين لهدف. جدول ترتيب المجموعة الثانية القاهرة: القناة بيتصدر ب 25 نقطة، المصرية للاتصالات بيلي في الوصافة ب 18 نقطة، الترسانة 18 نقطة، ضد اف سي بالمركز الرابع ب 18 نقطة، وادي دجلة هو الآخر في المركز الخامس ب 18 نقطة من المركز الثاني للمركز الخامس، بيشاركوا في نفس النقاط 18 نقطة، لكن فارق الأهداف هو المرجح للمصرية للاتصالات أن يكون في الوصافة بعد القناة. أما بقى في الوسط بيبقى الإنتاج الحربي ب 10 نقاط، إستر كامباني 9 نقاط، سبورت السويس 10 نقاط، بتروجيت 8 نقاط، الإعلاميين 5 نقاط، النصر 5 نقاط، كهرباء الإسماعيلية 7 نقاط، المستقبل سبورت بنقطتين. هنشوف مع كابتن طبعا أشرف خضر الانتعاش اللي هتبقى مع كهرباء الإسماعيلية والموقف اللي يمكن يحسد عليه لا يحسد عليه طبعا في هذه المجموعة. خلينا نروح للمجموعة الثالثة ومباريات وجه بحري. هتبتدي مع لقاء البلدية اللي استطاع فيه الفوز على بروكسي بثلاثة أهداف لهدفين، مع اللقاء الثاني هيكون بايونير ومع المجد السكندري بتعادل سلبي بقيادة جديدة لإبراهيم سعيد اللي لسه متولي هذا القيادة الفنية للمجد السكندري. شريف الخشاب والأولمبي مع الهلال المطروح بتعادل سلبي، سبورتنج بهدف للا شيء مع دي كيرنس، كفر الشيخ بيستطيع الفوز على طنطا بثلاثة أهداف لهدفين، والوضع ممكن يكون يعني لحد ما في أزمة مع كابتن عمرو أنور في طنطا.
المنصورة بيستطيع الفوز على مصر بالسلوم بهدفين للاشياء. ابو قير للأسمدة بيفوز بهدف للاشياء على اتحاد نابهرو. الحمام بيتعادل ايجابيا في الدقيقة 90 مع جمهورية شبين. وضع جدول الترتيب كالتالي: المنصورة في الصدارة مجموعة ساخنة 17 نقطة، ديكيرن 16 نقطة، كفر الشيخ في المركز الثالث ب 16 نقطة، يعني فرق ما فيش نقطة ما بين المتصدر حتى الثالث ونقطتين على الرابع والخامس. بلدية المحلة 15 نقطة، بوقير للأسمدة 15 نقطة، سبورتنج 14 نقطة، اتحاد نابهرو 12 نقطة، المجد السكندري 12 نقطة، بروكسي 11، الأولمبي 10، جمهورية شبين 10، طنطا 10، الحمام 10، هلال مطروح 8، بينوير 4، مصر بالسلوم 4. بصراحة من أقوى المجموعات، نتائجها كلها قريبة من بعضها، وده في حد ذاته يعني يقول لك قد إيه المنافسة في هذه المجموعة هتبقى لآخر رمق، لآخر صفارة، في آخر مباراة يعني هتعرف ساعتها مين اللي يقدر يحسم الصعود أو البقاء في هذا. يعني مفيش، هي مباراة يمكن أو مباراتين من حد من ال 15 أو عفوا من 13 أو من العاشر كمان، مفيش مباراة أو مباراتين تخليك في الصدارة. فده يقول لك قد إيه مباريات هذه المجموعة، مجموعة بحري قوية جدا.